مشاهدين ساعة مع نيدال مساء الأنوار. نورة أو نور، قضية بنت أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. نورة أو نور هشام سليم، بنت الفنان هشام سليم. الحكاية بدأت لما نورة راحت لأبوها وحكت له، قالت له إن أنا مش قادرة أتعايش بوضعي الحالي كبنت، وإن أنا عندي سمات الرجولة. الأب هنا سمع بوعي وإدراك وساند بنته ووقف جنبها. إحنا النهاردة مش جايين نتكلم في القضية، لكن واخدينها زي نموذج. نموذج ممكن يحصل في أي بيت وفي أي أسرة. ممكن الصبح تلاقي بنتك أو ابنك عنده المشكلة دي، يا ترى هتتصرف إزاي وهتعمل إيه؟ الأب هنا هشام سليم الفنان القدير كان عنده وعي وإدراك للموضوع وللمشكلة، واجه المجتمع والإعلام بمنتهى الشجاعة وساند بنته. كان عنده الوعي الكافي إنه يقدر الظروف النفسية والاجتماعية اللي بنته بتمر بيها. قال في تصريح ليه إن ده قدر الله وإحنا لازم نؤمن بيه، وإن أنا ولا بنتي لينا ذنب في اللي بيحصل أو اللي حصل. كان عنده القدرة على احتواء أسرته وبنته، وكل الناس أشادوا لوعيه ولفكره ولتحضره. أي أب وأم ممكن يصحوا الصبح يلاقوا عندهم مشكلة كبيرة جوه بيتهم، الابن اللي ربوه وتعبوا فيه، حاطين فيه الامال والاحلام بتاعتهم اللي ما قدروش هم يحققوه، عايزين ولادهم يحققوه. فجاه الابن او البنت خرجوا عن القاعده، خرجوا عن المنظومه، سواء كان بفكر او بتغيير عقيده او بتحول جنسي. الاب والام هنا بيكون في صدمه، مش مصدقين نفسهم، في حاله ذهول. لكن يا ترى في التوقيت ده بيكون تفكيرهم في ايه؟ في المشكلة الحقيقية اللي موجودة جوه بيتهم اللي هو ابنهم أو بنتهم، ولا الخوف من المجتمع؟ ويواجهوا المجتمع ازاي؟ والعار اللي الابن أو البنت اتسبب فيه؟ للأسف ما عندناش في مجتمعنا ثقافة الاحتواء للمشكلة والابتلاء. كل اللي بنفكر فيه هنقابل الناس ازاي، هنتعامل معاهم ازاي، ونبدأ الابن او البنت يبقوا منبوذين. ده في اسر بتطرد ولادها وبتتبرى منهم، ده غير ان ممكن ولاد او بنات يهربوا من البيت من كتر الضغط اللي واقع عليهم. يا ترى ده صح؟ الولد لما بيظهر عنده مشكلة أو البنت بيبقى منتظر مساندة الأب والأم، منتظر وقفتهم جنبه، منتظر الحضن والاستيعاب والوعي. لكن للأسف هو بيشوف حاجة تانية غير كده تماما. هو بيشوف إنه هو بقى عار، بقى منبوذ من المجتمع. وبيبدأ الولد والبنت هنا يبقى واقف قدام ثلاث مواجهات: الأب والأم والمجتمع والإعلام. الأب والأم اللي خايف من العار وخايف من المجتمع، والمجتمع اللي رافض، والإعلام اللي بيدور على الشو. كل دول بيبقوا ضد الولد والبنت، يعيش في صراعات نفسية لشيء هو ملوش يد فيها. القدر لعب لعبته، مش ذنبه،
مش ذنبه ان حصل له تطورات دي، مش ذنبه ان ده كان قدره، وفي الاخر يعيش في حالة من الصراعات النفسية وتخليه في الاخر ممكن يتجه للانتحار، ده لو ما كانش اغلبهم بيعمل كده. النهارده في ساعه مع نبال موضوعنا ثقافه الاحتواء، الابتلاء والمشكله. مشاهدين ساعه مع نبال، اهلا بيكم بعد الفاصل. فكره الاختلاف او ان يطلع ابن بفكر مختلف حاجه غير مقبوله في مجتمعاتنا، ويمكن السبب الأساسي إن كل أب وأم بيحاولوا على قد ما يقدروا إن ولادهم يبقوا استنساخ، عايزينهم يطلعوا بالشكل اللي هم رسموه وبالفكر اللي هم حطوه جواهم، مش قادرين يستوعبوا إن إحنا في زمن مختلف وإن الأجيال اختلفت وإن ممكن تتعب جدا في تربية ابنك أو بنتك وتتفاجئ بفكر مختلف، تتفاجئ إن واخد اتجاه مختلف. وساعتها أول حاجة بتحصل للأب والأم إنه دايما بيحس بالذنب، يا ترى أنا قصرت، يا ترى أنا السبب، يا ترى أنا ليا يد في اللي الولد وصله. لكن في حاجة بتبقى غايبة عننا، إن في حاجة اسمها القدر. في حاجات ممكن تحصل لأولادنا زي الحوادث اللي ممكن تحصل في الحياة واللي بتبقى محتاجة مننا لصبر، صبر صبر عليهم. ما ينفعش نسيبهم، ما ينفعش نبقى ضدهم، ما ينفعش ما نساندهمش. عارفة إن الموضوع بيكون قاسي ومش شيء سهل أبدا أبدا على أي أب وأم كل حلمه في الدنيا إن يشوف ابنه بشكل معين وبصورة معينة، وكلنا بنعيش على الأمل ده. لكن ممكن القدر يلعب لعبته، ممكن يحصل حاجات مش زي ما احنا متوقعينها. ما ينفعش نطرد ولادنا، ما ينفعش نتبرى منهم، ما ينفعش نقول دول عار. لازم نقف جنبهم ولازم نساندهم ولازم ندعمهم لغاية ما يخرجوا من الأزمة اللي اتحطوا فيها. إحنا كنا السبب في وجودهم في الحياة، فما ينفعش إن إحنا نتخلى عنهم. وللأسف بنتخلى عنهم ليه؟ بنتخلى عنهم عشان المجتمع، لأن إحنا ما عندناش القدرة لمواجهة المجتمع. مش عشان المشكلة، خايفين من إيه؟ خايفين إن هم يبقوا مختلفين؟ ما هو ده حقهم. الصراعات النفسية اللي بيعيش فيها كل ولد وبنت بسبب إنه مش لاقي نفسه ومش لاقي حد يفهمه، صراعات ممكن توصل للانتحار. معانا مداخلة الدكتور حسام أمين. أهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور حسام الدين أمين الخبير التربوي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بيك. دكتور حسام، هل موضوع ثقافة الاحتواء عند الأب والأم بتكون المشكلة في التربية من الصغر بالنسبة لهم؟ والله بص، هقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا. ثقافة الاحتواء دي أساسا دي حاجة من حاجتين، يعني هو النهاردة احنا عندنا القدر يا إما أو المشكلة أو الأزمة اللي بيعيش فيها أي حد هي جاية من حاجة من حاجتين اتنين. اتفضل. يا إما قدر إلهي وده يحتاج الرضا، يا إما مشكلة من الشخص نفسه أو من حد فيتطلب إصلاحها. إذا احنا عندنا النهاردة أي مشكلة بتحصل في الدنيا حاجة من حاجتين، يا إما حد كان سببها فعليه إن هو يصلحها، يا إما هي قدر إلهي فمطلوب مننا فيه الرضا والتعامل معاه.
هل احنا كلمة الاحتواء بنقولها لكن احنا لا نعي معناها الحقيقي؟ بالظبط كده، حضرتك قلتي حتة مهمة جدا. ثقافة الاحتواء هي في الأصل مشاعر وأحاسيس الأطراف الأخرى، تمام، وبالتالي إحنا لازم نحط نفسينا مكان الطرف الآخر اللي بنعمل له هذا الاحتواء، تمام، سواء كان بقى جار، أهل، قرايب، أيا كان ذو علاقة إحنا حواليه. اتفضل يا فندم. فهي الفكرة كلها إن إحنا لازم نقدر هي المشكلة دي جت إزاي؟ نتتبع خطوات حدوث المشكلة. هل المشكلة نشأت عن طريق فعل فاعل؟ يعني عن طريق بني آدم فتطورت؟ طب يبقى إحنا المطلوب مننا إيه؟ إن إحنا نرجع نصلح الشيء ده فيرجع لمكانه. لكن لو هي بقى حاجة قوة قهرية، أمر إلهي للابتلاء أو غيره، تمام، فده المفروض إن إحنا النهارده أول شيء نتعامل معاه إن إحنا نعمل إيه؟ نرضى. أول حاجة الرضا. صح، بعد الرضا يجي مرحلة اسمها مرحلة الصبر، وبعد كده هنلاقي إن الموضوع الله سبحانه وتعالى بيفتح فيه حلول إحنا ما تجيش على بالنا لأنها كانت بأمر إلهي. دكتور حسام، في يعني بعض الآباء والأمهات نتيجة عدم احتوائهم لأولادهم لما بتظهر مشكلة معينة أو ابتلاء معين ليهم، من كتر الصراعات النفسية اللي الولد أو البنت بيعيشها ممكن ينتحر. دي حقيقة فعلا. هو حضرتك كمان بيمر بمراحل خطيرة جدا، لأن أول خط دفاعي هو الأب والأم. تمام، فلما يلاقي الخط الدفاعي دوت هو الخط الأول في الهجوم، ده بيدخل بقى في مراحل اكتئاب وبيتدرج، وفعلا ممكن يوصل لهذه الدرجة لأن هو بيبقى عايز يخلص من الضغط النفسي الرهيب اللي هو بيعاني منه. والصراعات النفسية اللي هو عايشها، هو مش عايش بشخصه، هو عايش بشخصية تانية هو رافضها، هو مش عايزها، وبالتالي بتبقى موضوع صعب جدا على الولد أو البنت إن هم ما يبقاش لاقي نفسه. دي حقيقة فعلا. ولذلك حضرتك احنا بنلاقي ان بنلاقي طريقة تربية الأسرة لأي إنسان ليها عامل مهم جدا من البداية، يعني هي بالظبط عملية تراكمية. بالظبط، احنا محتاجين كآباء وأمهات ان احنا يكون عندنا الوعي الكافي بكلمة الاحتواء، وان يكون عندنا القدرة على مواجهة المشكلة ومواجهة المجتمع، وان ازاي ان احنا يبقى عندنا ثقافة ان احنا نقدر ان احنا ندعم ولادنا مش نبقى ضدهم. دكتور حسام الدين أمين الخبير التربوي، بشكر حضرتك وبشكر وجودك في ساعة معني بال. زي ما اتكلمنا دلوقتي وقلنا ان المشكلة اللي بيعيشها الولد والبنت مش بتكون سهلة، هو مش بيبقى مسؤول عن الظروف الاجتماعية ولا النفسية اللي هو بيمر بيها. فكرة ان اللي حواليه ما يبقوش فاهمينه او داعمينه ويبقوا ضده، ده بيسبب له حالة من الانهيار النفسي، وده اللي هنتكلم فيه. ان في الفترة الأخيرة حالات كتيرة جدا من حالات الانتحار ظهرت لشباب عمرهم من 20 ل 25 سنة، بنات وولاد. ايه السبب؟ ايه السبب اللي يخلي ولاد زي دول يعملوا كده؟ لما كنا بنبحث في القضايا بتاعت الانتحار بتاعت الشباب واللي كانت ظاهرة كبيرة جدا موجودة في فترة من الفترات، كان كل الناس بيشيدوا إلى الولاد دول على أخلاقهم وعلى تدينهم وعلى التزامهم، إزاي يوصلوا للحالة دي إلا لو كانوا بيعانوا من شيء معين، شيء خوف معين مش قادر يواجه بيه المجتمع. ما هو الولد ولا البنت عارف إنه لو اتكلم أو عبر عن فكره أو عبر عن الشيء المختلف عن المجتمع، عارف إنه هيتهاجم، عارف إن المجتمع والأب والأم والإعلام كل الناس هتكون ضده. فإزاي في منهم ما عندوش الشجاعة، في منهم بيخاف، وبالتالي بينتهي الأمر إنه يحط جوه نفسه
المشاعر والأحاسيس دي، وبعدين يلاقي نفسه عايش بشخصية غير الشخصية اللي هو عايز يعيش بيها، وهنا بيبقى الضياع ويبقى الانتحار. عندنا كلام كتير هنتكلم فيه في ساعة مع نبال، بس بعد ما نطلع فاصل ونرجع نشوف ونتكلم عن الثقافة، الاحتواء، في ساعة مع نبال. عندنا مشكلة في المجتمع وهو عدم قبول الاختلاف. أي حد بيخرج بره المنظومة أو بره القاعدة المألوف عليها المجتمع بيعتبر هنا إنسان شاذ وبيتعامل بأسلوب غير لائق. الاختلاف شيء مهم في الحياة، مهم جدا إن احنا نربي العقول، مهم جدا إن احنا يكون عندنا وعي وثقافة، مهم جدا إن احنا نقبل الغير ونقبل القضاء والقدر. أنا معايا على التليفون الأستاذ الدكتور يحيى سالم، خبير العلاقات الأسرية. أهلا يا فندم. أهلا بك يا أستاذ، أهلا بحضرتك. قضية بنت الفنان القدير هشام سليم، وإزاي كان عنده الوعي والإدراك لمساندة بنته ومواجهة المجتمع والإعلام. اسمح لي أسأل حضرتك، ليه الأسرة لما بيتعرض ابنهم أو بنتهم لأي مشكلة من المشاكل، سواء كان تغيير عقيدة أو فكر أو تحول جنسي أو أي حاجة من الحاجات دي، ما بيكونش عندهم الوعي الكافي لمواجهة المشكلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحي لي الأول نوضح القاعدة من وجهة نظري. اتفضل. اللي احنا كمسلمين او كمؤمنين بالله بشكل عام بنتعرف بيها على الكون من حولنا واسلوب التعامل مع مفردات هذا الكون. تمام. فنحن نتعرف على الكون من حولنا من خلال اسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، وفي هذا الإطار يحضرنا مفهوم الربوبية، معنى الربوبية. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فربنا سبحانه وتعالى إدى كل المخلوقات كل ما تحتاج لأداء وظيفتها في هذا الكون. تمام. وميز الإنسان تحديدا بالعقل والحرية. وتعامل ربنا سبحانه وتعالى مع مخلوقاته ده اللي مفروض نستشف منه، ازاي نتعامل احنا مع مفردات الكون كلها، ومن اولى واجدى ازاي نتعامل مع اولادنا. فربنا سبحانه وتعالى دائما رحمته وسعت كل شيء، ودائما بابه مفتوح، ودائما بيتقبلنا، وهو الخالق والعاطي والمربي والرازق، ومهما كانت خطأنا ومهما كانت خطيئتنا. إذن احنا علينا ان نبدا اول شيء في التعامل مع أولادنا بالتحديد ومع من حولنا بهذا المفهوم الواسع، هو مفهوم التقبل أولا ثم التصحيح أو التفهيم. تعالي ناخد مثال يا أستاذة من قدوتنا بالرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة شهيرة إن شاب مراهق راح للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أذلي بالزنا، كبيرة وجريمة كبيرة تعور في المجتمع، تعالوا نتخيل أي حد كده رايح لأبوه ولا أمه يستأذنوا حاجة زي كده. قبل ما أكمل المثال تعالي نشوف الظلال، نشوف الخلفية، إن العلاقة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من هو مع أفراد الرعية ومع شباب الرعية ومع مراهقيها بتسمح ليها هذا القدر من التقبل ومن الاحتواء، ان مراهق يروح للرسول عليه الصلاه والسلام عشان يستاذنه في كبيره من اكبر الكبائر زي كده. ما هو يا دكتور يحيى، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. تمام. المشكله دلوقتي لما بتظهر مشكله معينه في بيت من البيوت بيتعرض ليها ابن او بنت،
الوضع بيكون قاسي جدا، يعني بيبقى فيه نوع من انواع القسوه على الولد والبنت. يعني ايه اللي يخلي ولد انه يهرب من البيت مثلا، او ان الاب والام بيوصل بيهم الحال انه يتبروا منهم، يعني منهم ويطردوهم من البيت. النهارده الحلقه المقصود منها ازاي يكون في قدره على مواجهه المشكله واحتواء الازمه، وازاي احنا نقدر نساند ولادنا في حاجات هم ما لهمش يد فيها. ما هو ازاي دي بقى، هي دي اللي احنا هنقتدي بيها بالرسول عليه الصلاه والسلام. اتفضل. في المثال ده وفي امثله ثانيه هنقولها برضو مع الرسول ومع الصحابه اللي احنا بنقتدي بيهم بالذات في شهر رمضان. الرسول عمل ايه للفتاه؟ ما قالوش حرام وانت كده هتخش النار وانت ازاي تقول كده وكل الرد الفعل العنيف، لان القاعده ان العنف بيولد العنف والرفض بيولد الرفض، فلا بد من التقبل عشان يحصل تقبل. الرسول ما قالوش كل الكلام ده، ما هو عارف انه حرام، ما هو جاي يستأذن ليه؟ هيقول له هتخش النار و لا. الرسول عمل ايه؟ في قواعد تغيير السلوك يا استاذه في علم النفس في مدرستين. المدرسه المعرفيه اللي هي بتقوم على تغيير الافكار والمفاهيم حوالين السلوك الخاطئ وبالتالي السلوك يتغير. وفي المدرسة السلوكية اللي هي بتقوم على تدعيم السلوك الإيجابي أو السلوك المرغوب، وعلى تحبيط أو ممنعة أو تحجيب السلوك السلبي اللي هو السلوك المرغوب. في المدرسة الإيمانية في ثلاث بقى حاجات، اللي هو تغيير المفاهيم، وربط السلوك المرغوب بالمتعة، وربط السلوك المرفوض بالألم، والحاجة الثالثة هي الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل إيه مع الفتاة؟ عمل تغيير للمفاهيم، هو باصص لمتعه محدده مؤقته، فالرسول وراله ان ازاي ده هيكون مصدر الم مش بس ليه، لا ولكل اللي حبيه، اترضاه لامك، اترضاه لاختك، اترضاه لعمتك، ولا نحن يا اخي العرب. وبعدين في الاخر ده بقى اللي بتتميز بيه المدرسه الايمانيه، بعد تغيير المفاهيم وبعد الربط بالمتعه والالم، السلوك المرغوب بالمتعه والسلوك المرفوض بالالم، الرسول عليه الصلاه والسلام دعا للايه؟ الشاب. وبعد كده هذا الشاب قام واصلح. ماذا يعني يحدث؟ اتفضل. ماذا يحدث ان اخطا حد مننا او من اسرتنا او من افرادنا او من مجتمعنا؟ هو ده دكتور اللي انا عايزه اوصل ليه. نعمل ايه؟ تعالي نشوف مثال ثاني. هو مثال سيدنا حاطب بن ابي بلتعه لما كان المسلمين في حاله حرب، وراح بلغ قريش اللي هم الخصم في الحرب بان الرسول جاي على جيش وجاي يحاربكم. في عرفنا الحديث دي بتعتبر خيانه عظمى، والصحابه قالوا نفق بلتعه واخرجوا سيفهم عشان يضربوه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال لهم خلوا يعني ما يدريكم لعل الله نظر الى اهل بدر، فغفر لهم. وبعد كده اتكلم مع ايه؟ مع سيدنا حاطب وقال له ما حملك على هذا، وان هو من اهل بدر. لما يحصل واحد يغلط، لما يحصل دي الحته الجزئيه الثانيه بقى، يخطا احد اولادنا، يخطا احد افرادنا، يخطا حاجه، هو مش محتاج ان احنا نحكم عليه بان هو انسان سيء وكده، لان احنا كده بنعين الشيطان عليه. لازم يا دكتور يكون في احتواء من الاب ومن الام، ولازم يكون في مسانده منهم، لان زي ما ذكرنا في البدايه ان في القدر بيلعب لعبته، وان ساعات كتير وفي اغلب الاحيان الولد والبنت ما بيكونش ليهم ذنب في الوضع اللي هم فيه، واحنا دورنا مهم، والوعي اللي المفروض يكون عند المجتمع مهم، ودور الإعلام كمان مهم. أنا بشكر حضرتك يا دكتور يحيى سالم خبير العلاقات الأسرية، وبشكر وجودك معنا في ساعة مع نبال. هو ده اللي احنا عايزين نقوله، إن لازم كل جهة من الجهات اللي المفروض إن الولد أو البنت بيقفوا يواجهوها ويبقوا خايفين منها وعارفين هم هيعملوا إيه، إن هي تكون معين، تكون جنب الولد والبنت. الفنان هشام سليم يعني كان نموذج للأب الواعي اللي عنده إدراك، اللي فعلا مؤمن، اللي فعلا كان راضي بقضاء الله، إن في حاجات لا هو له ذنب فيها، وصرح بده، وصرح إن البنت لا ليها ذنب، اللي هو دلوقتي بقى نور، ولا هو له ذنب.
عشان انه يتحاسب عليها او يتعامل بشكل غير لائق من المجتمع او من الاعلام. لازم كلنا يا جماعه نبقى فاهمين ان مهم جدا موضوع الاحتواء، مهم جدا ان احنا نقرب الجاب العاليه اللي بيننا وبين ولادنا. كل ولادنا اللي تايهين في الدنيا في الفتره الاخيره بسبب عدم وجود اب وام قادرين يحتووهم. الاجيال دلوقتي غير الاجيال بتاعت زمان. مفيش حاجة اسمها نحفظ، مفيش حاجة اسمها هو كده. احنا كنا بناخد الحاجة مسلم بيها، دلوقتي طالع جيل مثقف متعلم فاهم، ومش قصدي التعليم الكتابة والقراية، لأ، عنده فكر، كلمه في أي حاجة هتلاقيه بيتكلم معاك، قاري. أنا معايا مداخلة من الدكتور رشاد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا 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 بيك، منورنا دايما. أهلا بيك وبمستمعين الجماد، وأنا شايفك كده يعني صوتك بيدل على الاهتمام الشديد بالجيل الجديد. هم المستقبل. وهم المستقبل فعلا، هم المستقبل. بس انا بقول لك ما تخافيش، يعني ما تخافيش. وبقول للناس ما تخافوش، لكن من كلامك واضح انك انت عايزه تقول لهم، تبلغي لهم رساله ان هم يكونوا قريبين من اولادهم. يا ريت. بس يعني انت عارف عمليه الاحتواء دي، كلمه احتواء يعني معناها ان انا بلم اولادي حواليا وما ببعدش عنهم، لا الشغل يبعدنا عنهم ولا العلاقات العامة تبعدنا عنهم ولا السهرات تبعدنا عنهم ولا الخلافات تبعدنا عنهم. لابد يكون ليهم مكانة في قلبي ومكانة في مخي، الاثنين دول، المخ بالأفكار الجميلة والفهم والقلب بالمشاعر. إذا احتوينا شبابنا بالمشاعر وبالتفكير اللي هو يرتقي الى تفكيرهم، وزي ما سيادتك فعلا انا مؤمن معاك بنسبه 100% بان الجيل ده ديجيتال 4 ديجيتال 5 ديجيتال 6، يعني بالعكس ده هم متقدمين جدا جدا وعارفين التكنولوجيا اكتر من الاب والام. وان من الممكن جدا انا بتعلم من اولادي لما بصاحبهم وبقول لهم وبقرب منهم وبحتويهم، هم بيعلموني وانا بعلمهم. فكرة هم انا بقول لك، يعني انا بقول لحضرتك وبقول لكل الساده اللي يعني اللي سامعيننا دلوقتي او مشاهدينا. دكتور رشاد، النهارده احنا يعني بنعرض او بنسلط الضوء على موضوع الاحتواء، بالذات لو ظهرت مشكله معينه في اسره من الاسر، وهو اختلاف الولد او البنت في فكره او في عقيدته او في موضوع التحول الجنسي. ازاي احنا كأب وأم يكون عندنا القدرة على احتواء المشكلة ونقدر نتعامل معاها لغاية ما الولد يوصل لبر الأمان؟ يا فندم بكلمة واحدة بس، ان احنا ننزل ما نقعدش برج عاجي ونبص لأولادنا على انهم صغيرين. لازم ننزل لهم، ننزل لهم بفكرهم، حتى لو كان الفكر بالنسبة لنا فكر شاذ شويه او فكر غير مألوف او فكر نقول ده الولد هيتمرد علينا ولا بتاع. لا بالعكس، لما بنزل لابني تحت وبقول له، بعرفه بطبيعه السلوك بتاعه، لابد من المواجهه. المواجهه البسيطه مش المواجهه اللي فيها نوع من الادانه. لا، المواجهه اللي بتقول له، بتعرفه الصح فين والغلط فين، وبتعرفه ازاي لما يتصرف التصرف الصحيح بالرغم من صعوبته وقسوته، لكن ليه فايده في المستقبل. لما نقول له ان يعني الشباب مش عارفين، يا بخت اللي بكاني وما فرحش الناس فيا، ويا بخت يعني ويا سوء اللي هو ده يعني ضحكني وضحك الناس عليا. يعني نبدا نبني ندي الاولاد بعض القيم والمثل اللي هم افتقدوها في التطور الحضاري الكبير والدنيا الزحمه والاراء الزحمه دي، اللي ما ادتش وقت ليهم انهم يفكروا في المشاعر والجوانب الانسانيه. لا بالعكس، لما انا بنزل لاولادي وبحتضنه، لان الاولاد الصغيرين او الشباب محتاجين الاب هو اللي يحتضنهم، مش الاصدقاء في الشارع هم اللي يحتضنوهم ولا القرايب اللي يحتضنهم، محتاجين الاب والام.
إذا الأب والأم فقدوا الجانبين اللي أنا اتكلمت عليهم في الأول، جانب الحب اللي هو مرتبط بالقلب والمشاعر والعاطفة، والجانب العقل اللي هو إن يخاطب المستوى التفكيري بتاع ابنه يبدأ معاه سواء كان في سن مراهقة أو في سن شباب أو ما بعد الشباب، لازم ننزل ليهم. وكلمة لازم على فكرة دي مش لاقيها قاسية قوي، لكن بقول ضرورة إن ننزل لأولادنا وننزل لأفكارهم ونطلع بيهم واحدة واحدة لغاية ما. بس دكتور رشاد بتحصل مشكلة كبيرة جدا لما بيظهر ولد أو بنت خارج عن القاعدة، والأب والأم يعني بيبقوا في حالة يعني حالة صدمة. عندنا مشكلة في المجتمع بتاعنا، وإن الأب والأم عايزين الولاد يعني يحققوا لهم الأحلام اللي هم ما قدروش إن هم يحققوها، ودي كارثة لأن إحنا بنقتل شخصية الولد أو البنت. أنت شوفي سيادتك قلت إيه؟ أنا بقول لحضرتك الولد أو البنت إحنا ما بنؤمنش إن بنسبة 100% السواء موجود في كل الأولاد وكل البنات، لكن بيحصل احيانا فجاه بنلاقي الولد بنقول ده خارج عن طعنة، ويبقى الاب في نوع من الضيق الشديد والام في نوع من الضيق الشديد، ويقول الحقونا هنعمل ايه في اولادنا دول العاقين. وانا بقول ان العقوق حينما يحدث نتيجه ان احنا اهملنا هذا الجزء، او يعني احنا ركناه على جنب وقلنا بكره يتصلح لغاية لما الدمل أبرز ما فيه من أشياء غير جيدة بتقتل الشباب وبتقتل القيم وبتقتل المشاعر، ويبدأ الأب والأم يفوقوا بعد غياب الوقت، بعد انتهاء الوقت. لكن أنا بقول كالآتي، افرض الأب والأم فاقوا بعد انتهاء الوقت، طب نعمل إيه؟ هنا لابد من تبادل الأدوار بين الأب والأم، لابد أن كل واحد يحط هما الاثنين خطة ازاي يواجهوا هذا الابن او هذه البنت، وان ازاي يبدأوا بالمعالجة. مش هتتعالج بنسبة 100%، لكن على الاقل لو كان ابن مدمن ولا ابن بنت اخطأت ولا غيره، ازاي يعالجوا هذا الخطأ او سرق او فكر شيء او فكر طالع أو فكر بفكر مضاد. مختلف فكر طالع للمجتمع، فكر مضاد للمجتمع، او فكر طالع ليه ضد القيم والعادات والتقاليد اللي احنا اتنشأنا عليها وبنينا عليها. نبدأ واحدة واحدة، لازم نبدأ واحدة واحدة، ما منخسرش ابننا 100%، هو احنا خصمناه 100% في الأول، نبدأ نقلل نسبة الخسارة. نقلل نسبة الخسارة ازاي؟ بإن احنا نقعد أكبر قدر ممكن مع أولادنا، نعيش معاهم التجربة اللي هم عايشين فيها، ونبدأ شوية بشوية نديهم مثل كويس، نديهم حد قريب كويس، نطلعهم في زيارة. لابد والصبر عليهم يا دكتور، الصبر لازم يكون في صبر. ما هو طبعا ده عايز صبر، ده أب أيوة. عايز صبر وعاوز مشورة، ألجأ لأولي الأمر. لو أنا والأب والأم مش قادرين نعالج، نلجأ لطبيب، نلجأ لأخصائي، نلجأ لواحد حبيبه، نلجأ لواحد صديقه. صح، لابد نلجأ لكل المصادر الموجودة جنبينا عشان نوصل لبر الأمان مع أولادنا. مفيش مشكلة من غير حل، لكن على الأقل نوقف التدهور ونوقف المشكلة لحد معين عشان ما تتدهورش أكتر وما تسوقش أكتر، وبعد كده نبص في إيدينا ما نلاقيش أولادنا. لازم إن احنا نحط العلاج اللي يضمن على الأقل نسبة العلاج بنسبة حتى 80-10%. وما فيش أب وأم بيتعبهم ولا بيكون عندهم صبر وقوة احتمال إلا ما لازم ربنا سبحانه وتعالى يعني يساعدهم وينجحهم ويقدروا يتغلبوا على الأزمة. كل الأسرة، هل الليل بيستمر؟ هل النهار بيستمر؟ ولا ليه وقت معين اللي بيمشي والنهار بيجي؟ النهار بتاعنا هو شفاء أولادنا، والليل بتاعنا هو سوء العلاقة واستمرار المشكلة. أتمنى من كل الأسر إنها تحاول بقدر الإمكان تقلل من الظلمة وتقلل من الظلام وتقلل من الليل وتقلل من العتمة عشان النور يطلع بجد. دكتور رشاد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، بشكر حضرتك وبشكر مداخلتك معنا في ساعة معنا. كل الشكر ليك وكل اهتمامك وكل ذوقك. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل ونرجع في ساعة مع نيبال.
فكره ان الولد ولا البنت يكونوا مختلفين عن المنظومه الطبيعيه اللي احنا عايشين فيها او خرجوا عن القاعده مش نهايه الدنيا. عايزين نستوعب ان ما ينفعش ولادنا يبقوا صوره مننا، ما ينفعش يبقوا استنساخ، لازم نديهم المساحه بتاعتهم، لازم نحترم فكرهم، لازم نحترم اختلافهم. فكرة اختلاف الولد أو البنت زي ما قلنا، سواء في فكرة أو في عقيدة أو في أنه التحول الجنسي، وارد وارد أن المشكلة دي تحصل في أي بيت من البيوت، لكن إزاي إحنا يبقى عندنا الوعي وعندنا الثقافة وعندنا الفهم أن نقدر نقابل ده بإيمان بالقضاء والقدر، بأن إحنا ما نبقاش ضد ولادنا، بأن إحنا ما نظلمهمش أكتر من اللي عمال بيحصل ليهم. المجتمع لازم يبقى عنده الوعي والفكر ان ازاي ما يكونش قاسي على الولاد دول. في حاجات ما الناس ذنب فيها، في حاجات ما كانش لينا دخل فيها، ليه نحاسب على حاجة مش بإيدينا؟ ما ينفعش ينتهي الحال بولادنا اللي بيمروا بأزمات زي اللي ذكرناها، ان هم ينتحروا نتيجة عدم الصراع النفسي، نتيجة عدم تقبل المجتمع والأسرة وكل الناس اللي حواليهم لفكرهم. لازم يبقى عندنا الصبر، لازم يبقى عندنا طاقة، لازم يبقى عندنا إيمان، لازم نسمع ولادنا، لازم نسمع ولادنا. يا جماعة، في جاب عالية بيننا وبين أولادنا، لازم ننزل ليهم، لازم نفهم يعني إيه أب ويعني إيه أم. الأب والأم هما اللي بيبانوا وقت الشدة، لما ابن من ولادهم يتعرض لأزمة بيبقى مستني السند، مستني الظهر اللي هيحميه مش اللي يبقى ضده. مهما كانت الأزمة اللي بيمر بيها الولد صعب عليك، وعارفة انها شيء صعب ومش سهل على اي اب وام، لكن انت برضو مش متخيل المعاناة اللي هو بيعانيها واللي لازم تسنده فيها. هشام سليم انا بوجه له كل التحية والتقدير، لانه لأول مرة الضحية تنتصر على المجتمع والاعلام. واجه بكل شجاعة المجتمع والإعلام، ما خافش، ما اعتبروش انه عار، عنده إيمان بالقضاء والقدر، عنده إيمان ان ملوش ذنب لا هو ولا ابنه في اللي حصل. النهاردة بنوصل رسالة لكل بيت ان لازم يكون عندنا ثقافة الاحتواء للمشكلة والابتلاء اللي ممكن يصيبنا في أولادنا. زي ما دايما بنتكلم على الإيمان وبنتكلم على الصبر لما بتحصل حادثة أو حد فينا بيفقد ابن من أولاده، بنقول ربنا دايما يعيننا بالصبر والإيمان، برضو مطلوب لما يظهر المشكلة من المشاكل إن يكون عندنا الثقافة الكافية وعندنا الوعي الكافي لدعم ولادنا ومساندتهم، مش نرميهم. لازم نفهم يعني ايه كلمة احتواء، لازم نبقى فاهمين يعني ايه الحضن اللي الابن والبنت بيكونوا محتاجينه نتيجة الصراع النفسي اللي هو بيمر بيه. انا ذكرت من شوية ان في الفترة الاخيرة ظهرت حالات انتحار من 20 لـ25 سنة، وكل كانوا يعني أشادوا للولاد والبنات دول إن هم على خلق وإنهم متدينين. إيه اللي يوصل ولاد للحالة دي إلا لو هم مش لاقيين نفسهم، مش لاقيين ذاتهم؟ أصعب شيء في الدنيا حتى لينا إحنا الكبار، أصعب حاجة عليك أنت كفرد إنك تلاقي اللي حواليك مش فاهمينك، بتحس بحالة من التوهان، من الضياع، من عدم الراحة النفسية. فتخيل الولاد ولا البنات لما يبقى عندهم فكر مختلف أو حاسين بمشاعر مختلفة ومطلوب منهم يعيشوا بشخصية غير شخصياتهم وينتهي بيهم الحال للاكتئاب.
وينتهي بيهم الحال ان هم يقعدوا في اوضتهم لغايه ما حد فيهم يخرج عن النطاق الطبيعي وينتحر. وده كله ليه؟ الخوف. الخوف اللي مسيطر علينا في كل حاجه، مسيطر على تفكيرنا، ومسيطر على افعالنا، ومسيطر على تصرفاتنا. ده احنا بنخاف نقول راينا لبعض. الخوف، الخوف من المواجهه، الخوف من مواجهة المشكلة. بنتي أو ابني مش عار لو طلع مختلف عن المجتمع، لو طلع عنده فكر مختلف، لازم أبقى جنبه، لازم أسنده، لازم أساعده، ما تخلاش عنه. أنا سبب من الأسباب إن هو موجود في الحياة، ما يبقاش منبوذ، ما يبقاش عار، ما يبقاش كل تفكير الأب والأم إنهم خايفين من الناس ومش قادرين يرفعوا عينيهم في عينين الناس. أنا بتكلم يا جماعة بصوت أم، بصوت أم. أي ابن وبنت تايه مش لاقي نفسه، عنده مشكلة سببها الأساسي الاحتواء، إن الأب والأم تايهين في الحياة، مشغولين بحاجات تانية مش ولادهم. زي ما بقول دايما، دعوة للحياة في ساعة مع نيبال.